من الطلبة من جامعتين، جامعة خضوري وجامعة القدس المفتوحة. طبعا احنا بنشترك بشغلة اللي هي الرسم. الحمد لله في عنا اللي هي بفضل الأستاذ أحمد غانم طورنا بهاي الموهبة. احنا الموهبة عنا من زمان بس احنا بزيادة طبعا الأستاذ طورها عنا. طبعا اشتركت طبعا في عدة لوحات هون عندك، تقريبا 20 لوحة. احنا تقريبا 12 طالبة موجودة عنا. طبعا احنا مستخدمين اذا بتلاحظوا على الرسمات مستخدمين الرصاص اللي هو القلم، قلمين اتش بي والبي 6، وما استخدمنا الفحم او الادوات الثانيه، فكان المعرض شوي هيك سبيشال عن الموضوع الثاني. الحمد لله. فاحنا حابين انه هذا الاشي يوصل للناس انه في مواهب مطموسه عندنا، يا ريت لو في ذاك الدعم الكافي للطلبه. طبعا احكي لك انا مثلا خريجه من جامعه فلسطين التقنيه بس ما بلاقي شغل بالاخير، بس حلو ان الواحد ينمي المواهب اللي عنده. مشوارنا ما كنتش يعني اعرف شيء عن الفن شيء، بفضل الاستاذ احمد قدرنا نعرف نضل نرسم، واحد رسماتي هاي الرسمه، وبلشنا مشوارنا ان شاء الله بالقدس المفتوحه رح نعمل كمان معرض شوي كمان شوي وبالخضوره. هذا المعرض جاء خلال دوره تدريبيه للطلب الموهوبين استمرت 3 شهور. طبعا انا اكتشفت خلال الدوره انه في مواهب مطموسه والحمد لله تم احيائها، ومن هون طبعا جاء مسمى المعرض انطلاقه فنان. وطبعا اللوحات شملت لوحات تعبيريه، لوحات كلاسيكيه، الطبيعه صامته.